نروح في جولة مع قدسك داخل الكنيسة بقى، وتحكي لنا عن الكنيسة من الداخل، مقصورة العذراء اللي موجودة أول ما زوار الكنيسة بيدخلوا بيولعوا الشمعة قدامها، اللي احكي لنا عن الأيقونات الموجودة، عرفنا أكتر على الكنيسة. طيب، الكنيسة فيها أيقونات من ساعة ما اتبنت الكنيسة زي ما هي موجودة، وكان الرسامين اللي جم من إيطاليا. في الناحية البحرية اللي ناحية هنا هتلاقي صورة الملاك غابرييل وهو المبشر طبعا، وصورة للقديس ماري جيركس، دي زي ما هي موجودة. هنلاقي برضو الناحية الإبلية هنا صورة قديس ماري مرقص وصورة أبو فام الجندي. الصورة بقى دي الأجدد شوية اللي هي عند المقصورة في المدخل هنا دي، واحنا داخلين وكل الناس اللي بتيجي وتولع شام عند العذراء، دي الصورة اللي رسمها الفنان صبري راغب بعد ظهور العذراء، ودي المنظر هو شافه فموجودة هنا. والعجيب اللي في ناس في الزيارات أو ناس بتحب تعمل نفس الأيقونة دي في نفس المقصورة عندها في البيت، وكل الناس بتيجي تقدم شمعة وتقول تطلب طلب من العذراء، لأن الرسالة اللي جت بيها من العذراء دي هنكلمها كمان شوية، إن هي بتستجيب وشفاعتها قوية زي ما احنا بنصلي في كل صلاة بتاعتنا ونطلب شفاعة العذراء، يعني بتحقق كل الأمنيات بتاعتنا. صحيح. بقى في لسه أيقونتين تانيين أو صورتين موجودين في الخلف هنا في ظهر الصورة دي بتاعت سيد المسيح وظهر أمنا العذراء هنا. صورتين دول نفس الشكل ده، بس دول أهداهم الإمبراطور هيلاس سيلاسي بتاع أثيوبيا، ده بعد الظهور أهداهم للكنيسة وموجودين جوه داخل هنا جوه الهيكل. دي الأيقونات الموجودة في الكنيسة. في جزء تاني مهم برضو هتلاقوا هنا، لو نشوف كده الرسومات اللي على الحائط هنا هنلاقوا رسومات بالذهبي وفيها صورة أمنا العذراء وشال السيد المسيح. دي برضو اللي يميز الكنيسة هنا، اللي على الحائط مرسومة، تلاقوا حتى فوق الدور اللي فوق هتلاقوا الجدران يا ابونا مليانة مرسومة فوق رسومات باللون الأخضر كده، لون السماء كده أو لون فردوس يعني، وهنا بالذهبي صورة أمنا العذراء وشال السيد المسيح. يعني يا ابونا اتكلمنا عن جولة في الكنيسة، كنيسة الزهور، ودي الأصغر حجما ولكن هي الأقدم، لكن كمان ملحق بيها الكاتدرائية الكبيرة اللي موجودة في المقابل، حكينا عن تاريخ إنشائها يا ابونا. طبعا ظهور أمنا العذراء عمل رواج جامد، وفي ناس كتيرة يعني ألوف ومئات جم هنا، مسيحيين ومسلمين، وده بشهادات الجرايد والشهود العيان اللي جم هنا. طبعا زاد الاحتياج هنا شعب الزيتون، ان طبعا الكنيسه كانت صغيره جدا مش مكفيه عدد شعب المسيح اللي بيجي. فحصل ان الرئيس جمال عبد الناصر كان اتاكد من الظهور نفسه، وبعدين حصل بقى ازدهار في العلاقات مع البابا كيرلس السادس، وابتدى بقى الشعب القبطي وشعب المسيحي يبقى فيه داله كده مع الرئيس. فهو خصص او الارض بتاعت الجراج الموجوده بتاعت الجراج بتاع الاوتوبيسات خصصه للكنيسه، والكنيسه اشترت الارض دي فعلا وتم بنائها، ووضع حجر الاساس بتاعها قداسه البابا المتنيح شنودة الثالث، واتبنت الكنيسة واتدشنت بيد البابا متنيح شنودة الثالث ده سنة 1989.